أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة جماعة في الاستراحة وهم قريبون من المسجد؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. من سمع النداء يعني الأذان ألم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لا يجوز ما داموا يسمعون الأذان وهو قريب منهم لا يصلوا في المسجد مع المسلمين ويرجعون إلى الاستراحة بعد الصلاة. نعم.